الشركاء تحدثوا عن التعليم في هذا العنوان. شوقي يناقش مشروع الثانوية العامة الجديد مع الطلاب قريبا كما نرى في التفاصيل. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري أن الوزارة تناقش منظومة التعليم الجديدة مع الأطراف المعنية سواء كان أعضاء مجلس النواب أو أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم. أضاف في تصريحات للصحيفة أنه من المقرر أن يناقش طارق شوقي وزير التربية والتعليم هذا المشروع مع طلاب الثانوية العامة لكي يأخذ آرائهم، التعرف على وجهات نظرهم. وأوضح أن مجلس الوزراء اجتمع أسبوعيا لبحث مستجدات الوزارة بشأن هذا المشروع الجديد.